أما قضية حصر السلاح، أي فعلا المرجو ونحن مع حصر السلاح، لكن أي سلاح مو من حقي أنا أفسر هذا الرأي، ولا من حق أي محلل يحدد يا سلاح اللي يحصر. هذا الموضوع موضوع مسؤولية الحكومة أن سرعتها إجراءات لحصر السلاح. وأنا أشوف السلاح بدأ يحصر بطريقة ناجحة من قبل وزارة الداخلية من خلال هويات حمل السلاح وغيرها اللي جاءت تنتشر، بحيث يحصر السلاح بهذا الشكل. إذا كان أكو رأي آخر ما واضح أنه أي سلاح، رأي سلاح فصائل، سلاح بيشمرقة، سلاح عشائر، هذه القضية يفترض الحكومة تترجم هذا الرأي إلى إجراء. تتخلى الفصائل عن سلاحها إذا طلب منها؟ طبعاً الفصائل هي من يمثلها، لكن أنا أقول هو حمل السلاح هي قضية طارئة مو الأصل. الأصل الناس اللي تروح دعت للراحة، الصبح يطلع الشغلة بالليل ويا عائلته طبيعي. حمل السلاح هو ضرورة وليس ترف. حينما ترى الضرورة بترك السلاح بناء على معطيات معينة أكيد راح تترك السلاح، يعني وهذا الموضوع واضح.